نشرة الثامنة للأخبار، أهلا بكم ونبدأها بالعناوين. رئيس الحكومة يعلن قرارات ومشاريع لفائدة توزر في إطار رؤية تنموية تجعل منها ولاية نموذجية في الاقتصاد الأخضر. بعد منحه الثقة في مجلس النواب الشعب، المحافظ الجديد للبنك المركزي التونسي مروان العباسي يؤدي اليمين خلفا لسلفه المستقيل الشاذلي العياري. تركيا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إعادة العلاقات المشتركة إلى ما تم وصفه بوضعها الطبيعي. يؤدي رئيس الحكومة يوسف الشاهد زيارة لولاية توزر تستغرق يومين. في اليوم الأول من هذه الزيارة وفي ختام المجلس الجهوي الموسع للولاية، أعلن رئيس الحكومة عن عدة قرارات ومشاريع في مختلف القطاعات تندرج في إطار رؤية تنموية تجعل من هذه الجهة ولاية نموذجية في الاقتصاد الأخضر. 23 قرارا لفائدة ولاية توزر أعلن عنها يوسف الشاهد رئيس الحكومة خلال إشرافه على اجتماع المجلس الجهوي بالجهة بحضور 9 وزراء وكاتب دولة واثنين من المستشارين. قرارات شملت المجال الفلاحي والصناعي والعقاري ومجالات أخرى. أهم القرارات هو أنه ما لازم نخرجوا من مصفوفة قرارات بدون رؤية، حاولنا أن نعطيه رؤية لهذه الولاية. هذه الولاية يمكن أن تكون ولاية نموذجية في الاقتصاد الأخضر، معناها هناك ركائز أساسية موجودة في ولاية توزر يجب نشتغلوا عليهم. أولا الطاقات المتجددة، هذه الولاية يجب نجم تكون معناها عندها اكتفاء طاقي في أفق 2021 بفضل المحطات الشمسية اللي شفناها اليوم، وهناك برامج أخرى معناها في قادمين في إطار الطاقات المتجددة. هذه ركيزة أساسية أولى. ثم الفلاحة والفلاحة البيولوجية، هناك معناها طاقات كبيرة، أعلنا على تقريب 1000 هكتار من المناطق السقوية لخلق مواطن شغل ولدعم الفلاحة. وأيضا ركيزة ثالثة هي السياحة والسياحة البيئية، هذا الكل نجم يمثل نموذج ولاية توزر، يعني تنجم تكون نموذج الولايات الأخرى في الاقتصاد الأخضر. 150 هكتار الماء موجود، إن شاء الله الدراسة تنتهي فيني إن شاء الله في قبل نهاية 18 نكون أنهينا المشروع. إنجاز 9000 وحدة سكنية على مساحة 230 هكتارا ستتوزع على 3 معتمديات وهي توزر ونفطة ودقاش. إنجاز كبير من حكومة الوحدة الوطنية لفئة توزر هو بناء 9000 وحدة سكنية على أراضي سلمتها الدولة لفئة الوكالة العقارية للسكن. زرنا الحي الملعب هذا اللي هو يدخل في إطار التجمعات السكنية المبنية على حصر نية في ملك الدولة. فما 800 عائلة مشمولة بالوضعية هذه، 7 هكتارات توزر كل فيها 700 هكتار مبنية على أرض الدولة تجمع سكنية. قرار حكومة الوحدة الوطنية هي تسوية الوضعية لكل هؤلاء. كما أعلن رئيس الحكومة خلال زيارته الانطلاق في استغلال الجزء الأول من المحطة الشمسية قبل موفى سنة 18 و2000، عن برنامج والتصور جديد، تصور متكامل ذو رؤية معناها للجهة في إطار معناها تطوير الاقتصاد الأخضر، تسويق معناها الجهة عالميا، يكون تسويقها معناها من جهة السياحة ومن جهة الفلاحة ومن جهة الطاقات المتجددة. كما أكد يوسف الشاهد على دعم مسيرة التنمية بولاية توزر، وذلك بوضع رؤية تجعل من هذه الولاية منطقة نموذجية في الاقتصاد الأخضر. زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وعشرة من وزرائه إلى ولاية توزر هي الأولى من نوعها في إطار حكومة الوحدة الوطنية، انبثقت عنها عديد القرارات قد تجعل من ولاية توزر قطبا صناعيا وفلاحيا بامتياز، في انتظار أن تتواصل الزيارة ليومها الثاني للنظر في وضع استراتيجية وطنية للصناعات التقليدية وتفعيل الكتاب الأبيض في المجال السياحي. مراد مزيود، التلفزة الوطنية، توزر. كما التقى رئيس الحكومة خلال هذه الزيارة عددا من الباعثين الشبان من ولاية توزر، وتم خلال اللقاء تقديم قروض لبعض مشاريع خاصة لهؤلاء الشبان. 120 باعثا شابا تسلموا اليوم تمويلات لمشاريعهم الصغرى بقيمة 750 ألف دينار من جملة 2300 مشروع، وذلك خلال اليوم الجهوي لدفع المشاريع الصغرى بولاية توزر. البروجي يتمثل في كابين بنتير كاروسري، معناها فور باللغة العامية لهنا،
وفي البيزوان تاع المارشي ما عندناش من هنا حتى الجابس ما ضبط 70 ميل واعطوني ان شاء الله 70 ميل. جيت على كهرباء خاطر السيرفيس نتاع الدومسيل قالوا لي ما نعطوكش اول مره من بعدين نجم نعملها معناها نجم يزيدوني بعد ان شاء الله ان شاء الله يمشي مشروعي ان شاء الله ان شاء الله ناخذها ان شاء الله في قدرة ربي. روعي تتمثل في سينما نوف دومونسيون كونها معناها تتفرج على فيلم بلي زفي بنوف افي صرنا على تمويل بقيمة 86 مليون من طرف بنك التضامن وان شاء الله بديش بالشغل مبدئيا نشغل ثلاثة 8 ملايين ماتريال باتور وفور اكاهو الباقي من عندنا. اول شيء البروجي نتاعي ان شاء الله تكون في استوديو درجه مو ميوزيكال ناقص محل 53 محل اعطوني اقلهم. رئيس الحكومة يوسف الشاهد وخلال اللقاء الذي جمعه بالباعثين الشبان قال إن المبادرة الخاصة تبقى هي الحل الأنسب خاصة في ظل ما تعيشه البلاد من أزمة اقتصادية منذ الثورة. وأضاف الشاهد أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة للاستراتيجية الوطنية للتشغيل داعيا الشباب إلى المثابرة وعدم الاستسلام أمام العراقيل التي قد تعترضهم أثناء تنفيذ مشاريعهم الخاصة. والناس اللي نجحت راهم ما جاتش بالسهل، حتى شيء ما يجي بالسهل، كل شيء جاء بالخدمة وبالعطاء، وهذا مهم جدا أنه نتوجه المبادرة الخاصة وكل واحد معناه يعمل على روحه، لأنه اليوم دولة ما عادش قادرة إذا باش نقعد نستناو القطاع العمومي راهو معناها اليوم الأمور صعيبة ومشاكل في المالية العمومية، فبالتالي توجه مهم جدا للمبادرة الخاصة. دورنا كحكومة أن نوفروا الإطار، نوفروا التمويلات. شبان نجحوا في تنفيذ مشاريعهم فكان التتويج حليفهم، وآخرون يضعون اللبنة الأولى لمشاريعهم بعد أن آمنوا بنجاحهم. لمزيد من التفاصيل حول هذه الزيارة ينضم إلينا مباشرة من توزر مراسل الأخبار مراد مزيود. مراد، توزر تعد قطبا سياحيا هاما في تونس، وأنت ذكرت في تقريرك أن غدا سيكون مخصص للصناعات التقليدية، فما هو التوجه لدعم هذا القطاع؟ نعم، توزر كما هو معروف شهدت انتعاشة سياحية كبرى خاصة سنة 2017 بعودة عديد السواحل الأجانب وحركية كبرى شهدتها مختلف الوحدات الفندقية بالجهة. وفي هذا الإطار وفي إطار زيارة رئيس الحكومة وعديد الوزراء في إطار المخطط الجهوي لولاية توزر تنضم إلينا سيدة وزيرة السياحة السيدة سلمى اللومي للحديث على المخطط الاستراتيجي لدعم الصناعات التقليدية والسياحة. سيدة الوزيرة، غدا معناتها ثم برنامج للحديث ووضع مخطط استراتيجي للصناعات التقليدية، شنو البرنامج وشنو نجم نعرفوا عليه؟ هو غدوة ثم برنامج مع الحرفيين، مش كان من توزر من تونس، باش يجوا من كل جهات حرفيين ومهنيين من قطاع السياحة، وباش يعلن رئيس الحكومة على المخطط هذايا، المخطط الوطني لتنمية الصناعات التقليدية، مخطط مهم ياسر اللي هو باش يساهم في التنمية وباش يساهم في التشغيل. خمسة محاور مهمين ياسر، إعادة هيكلة القطاع بصفة شاملة يمس 24 ولاية، ومع هذايا ثم إعادة نظر في القرى الحرفية اللي هما زاد كيف كيف فيهم تشتيت باش يكونوا باش يساهموا في الاستثمار. ومن ناحية أخرى باش يعلن على الكتاب الأبيض كيف كيف نفس الشيء، تعرفوا اللي السياحة قاعدة ترجع وعندها طاقة تشغيلية مهمة، ثم هذا الكتاب الأبيض باش يعاود هيكلة القطاع ويقوم بالإصلاحات، معناها الإصلاحات اللازمة لاسترجاع قواه. سيد الوزير، تهمش قرارات تهم القطاع السياحي في ولاية توزر أو السياحة الصحراوية بصفة عامة؟ هو الصناعة التقليدية، حبيت نرجع كلمة، المخطط هذايا باش يكون فيه تمويل من الدولة 5 مليون دينار، عنده أهمية كبيرة، وباش تكون باش نبداو بقرية حرفية نموذجية اللي هي في الدندان، باش نشوفوا نعاودوا كيفاش التصرف في القرى هذوما اللي كونوا فيهم أربع مؤسسات، وزارة التجهيز يعني لاغو، وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، الديوان التونسي للصناعة التقليدية، والصندوق في 21-21، دونك هذايا، والإشراف يكون أما تحت الديوان التونسي للصناعة التقليدية ولا تحت المجالس الجهوية.
تو باش نوحدوا الاهداف ونوحدوا كيف كيف التصرف نتاعهم وفيهم الابتكار باش يكون عنده معناها مكانه كبيره، الجوده، الاحاطه بالحرفيين، التكوين والترويج، معناها عديد من المحاور. السياحة ثم هو في الكود الانفستيسمون هي توزر عندها امتيازات خاطر عندها السياحة الصحراوية، ثم برامج، ثم 9 مشاريع نتاع استثمارات اللي هما معناها عن قريب باش يفتحوا، هما نزل وديار استضافات معناها ميزون دوت اللي منجزين 85% و 90%. دونك هذا كله مهم للجهة أكيد باش تعود بالنفع على السياحة الصحراوية وكذلك على السياحة الوطنية ومزيد دفع بالقطاع نحو الأفضل. شكرا لك مراسل الأخبار مراد مزيود من توزر، شكرا جزيلا لك وللسيدة وزيرة السياحة. أدى اليوم في قصر قرطاج المحافظ الجديد للبنك المركزي التونسي مروان العباسي اليمين خلفا لمحافظ البنك المركزي التونسي المستقيل الشادي العياري بعد أن تم مساء أمس منح الثقة له من قبل مجلس نواب الشعب. أدى اليوم محافظ البنك المركزي الجديد مروان العباس اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية ليكون بذلك المحافظ الثالث للبنك بعد الثورة. وقد أكد رئيس الدولة أهمية تضافر جهود مختلف الأطراف للنهوض بالوضع الاقتصادي والمالي الدقيق لتونس، معبرا عن ثقته في كفاءة العباس وقدرته على ترأس البنك المركزي لإضفاء مزيد النجاح على السياسات النقدية الوطنية وتحسين الأوضاع المالية العمومية. وكان مروان العباس قد حظي أمس بثقة 134 نائبا ومعارضة 18 آخرين في جلسة عامة عقب استقالة الشادي العياري الذي فعل رئيس الحكومة إجراءات إقالته قبل أيام عند تصنيف تونس على لائحة الدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الشيء الذي اعتبر المحافظ الجديد أن له تأثيراته التي لا ترقى إلى خطورة ما يعانيه الاقتصاد الوطني من تطور لمعدلات التضخم وتفاقم للعجز التجاري وعجز ميزان الدفعات، معتبرا أن تونس تحتاج حلولا استثنائية وعودة للعمل وتعويلا على اقتصاد المعرفة. احنا يلزمنا نخدم، احنا يلزمنا ننجو، احنا يلزمنا نخلق الثروة، احنا يلزمنا نحسنوا في الانتاجية نتاع الاقتصاد نتاعنا. هذا هو الحل الوحيد باش تنجم تنقص في الاسعار، هذا هو الحل الوحيد اللي تنجم ربما ترجع الميزان التجاري وميزان الدفعات للمعقول. الاقتصاد في الفترة القادمة باش يكون اقتصاد معناها مستوى عالي نجم يمشي بالعشرة 12% اللي هو اقتصاد الذكاء. مادام أنت ما عندكش معناها ما طورتش المنظومات الاقتصادية في البنوك اليوم وما حليتش مشكلة الحدود متاعك ما تنجمش ربما تصير النجاعة باللي احنا كنا بالطريقه اللي كنا نتصوروها. وقد اكد العباسي انه يجب ايجاد الحلول لاعاده ما يناهز 12 مليار دينار الى القطاع المنظم والقطاع البنكي. السيوله هذيك كي ترجع ربما غدوه تعطي امكانيات بالنسبه للاقراض اتسيتر. هذا هو اشكال كبير لازمنا نخدموا عليه. تطوير المنظومات اساسي جدا، ما تنجمش اليوم تحكي على تنحي الكاش من الاقتصاد ما غير ما تعمل ديكاتشين، ما غير ما تعمل معناها سيستم جديد نتاع يكون عنده فيه النجاعة الكافية ويكون عنده فيه زادة المواصفات اللي باش نجم الفلوس اللي خارجة السيستم هذيك الفلوس اللي انت اليوم ماكش تحكم فيها تنجم ترجعها. وتمتد خبرة المحافظ الجديد على 3 عقود في عالم الاقتصاد اشتغل خلالها على عدد برامج وإصلاحات ضمن فريق مجموعة البنك الدولي. مروان العباسي هو 50 متحصل على الماجستير في الاقتصاد الرياضيات وعلى ماجستير في الاقتصاد الفلاحي من جامعة باريس، كما شغل العباسي خطة أستاذ في جامعة قرطاج ودرس في الولايات المتحدة واليابان قبل أن يتولى مهمة اقتصادي أول في البنك الدولي، حيث تولى مهمة منسق برنامج دولة خاص بليبيا قبل أن يحظى سنة 2020 بمهمة ممثل تونس وليبيا في المجموعة الدولية. والبنك المركزي التونسي هو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، كما تخضع لقانون يضبط النظام الأساسي فيها ويحدد مهامها وأهدافها. في هذا المؤطر تعريف وعودة على البعض منها.
يضبط القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي المؤرخ في 25 من أفريل 2016 ضمن أبوابه وأحكامه وفصوله 99 مهام هذا الهيكل المالي وأهدافه ومجالات تحركه وعلاقته بمؤسسات الدولة وهياكلها. الفصل السابع من القانون يشير إلى أن الهدف الأساسي للبنك المركزي هو الحفاظ على استقرار الأسعار، ويساهم البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي بما يدعم تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة بما في ذلك في مجالي النمو والتشغيل، ويعمل من أجل تنسيق أمثل بين السياسات النقدية والسياسة الاقتصادية للدولة. ومن مهام البنك المركزي التي يضبطها الفصل الثامن للقانون ضبط السياسة النقدية وتطبيقها ومسك احتياطيات الصرف والذهب والتصرف فيها والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية وتعديل النشاط البنكي، إلى جانب الاضطلاع بدور المستشار المالي للحكومة وأبداء الرأي في المسائل الاقتصادية والمالية إذا طلب منه ذلك، علما وأن البنك المركزي يعمل على تنفيذ سياسة الصرف التي تضبطها الحكومة وفق الفصل 22 من القانون. وحسب الفصل 25 من القانون الأساسي فإن البنك هو الوكيل المالي للدولة فيما تنجزه من عمليات وبالخصوص عمليات الخزينة والعمليات المصرفية، ويساعد البنك المركزي حسب الفصل 27 الحكومة في اتصالاتها بالمؤسسات المالية الدولية، ولمحافظ البنك المركزي أو من ينوبه لهذا الغرض أن يمثل الدولة بتفويض من الحكومة لدى المؤسسات المالية المذكورة أو في المؤتمرات الدولية. احتلت تونس وفق تصنيف مؤشر الميزانية المفتوحة المرتبة 70 من بين 115 دولة شملها هذا التقرير، وبذلك سجلت تونس تراجعاً بأربع مراتب مقارنة بسنة 15 و2000. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. احتلت تونس المرتبة 70 من بين 115 دولة شملها التقرير الدولي للميزانية المفتوحة لسنة 17 و2000، مسجلة بذلك تراجعاً ب 39 نقطة مقارنة بسنة 15 و2000. كما يشير هذا التقرير إلى تراجع تصنيف تونس على المستوى العربي بمرتبتين لتأتي رابعة متأخرة عن كل من الأردن والمغرب ومصر. كما تضمن هذا التقرير تقييما شاملا لمستوى الشراكة والرقابة من قبل المؤسسات وما يفرضه من تحديات كتوفير فرص أكثر للمواطنين والمجتمع المدني للمشاركة الفعالة في كافة مراحل مسار الميزانية وتكريس الاستقلالية السياسية والمالية لدائرة المحاسبات وتفعيل دور المؤسسات التعديلية. ومن بين التوصيات التي خلص إليها التقرير نشر تقرير دائرة المحاسبات حول قانون غلق الميزانية على الانترنت قبل 18 شهرا من انقضاء السنة المالية محل تدقيق، بالإضافة إلى إعداد ونشر التقرير الأولي حول الميزانية أو ملائمة محتوى منشور رئيس الحكومة حول إعداد الميزانية للمعايير المعتمدة ومراجعته كل سداسية، وتوفير معلومات أكثر في مشروع قانون المالية حول التركيبة المفصلة للنفقات والموارد والمعطيات النوعية ووضع آليات نموذجية مبتكرة تمكن المواطنين من تبادل الآراء مع المسؤولين الحكوميين حول إعداد الميزانية ورصد تنفيذها. ودعا التقرير إلى ضرورة تكريس الاستقلالية الإدارية والمالية لدائرة المحاسبات وتفعيل دور السلطة التشريعية في مراقبة تنفيذ الميزانية وتحويل الاعتمادات وفي إصدارها لتقارير دورية في الغرض، وتفعيل دور المجلس الوطني للجباية في إعداد الدراسات والتقارير في علاقة بالمسألة الجبائية. يأتي هذا الترتيب أياما قليلة بعد أن تم تصنيف تونس في القائمة الرمادية لدول ما يسمى بالجنة الضريبية وفي قائمة الدول الأكثر عرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. اليوم نظم المعهد العربي لرؤساء المؤسسات ندوة لتقديم الانعكاسات السلبية لهذه التصنيفات وجملة من التوصيات تتضمن الإصلاحات الواجب اتخاذها. ينطلق أصحاب المؤسسات الخاصة ورجال الأعمال من مبدأ أن لكل تصنيف دولي انعكاساته على مؤشر نمو الاستثمارات، وهو الحال بالنسبة إلى تونس والتي لم تتخطى بعد إدراجها في القائمة الرمادية للملاذات الضريبية حتى تدخل القائمة السوداء للبلدان الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ووفق دراسة أعدها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، فإن خروج تونس على الأسواق الدولية في الوقت الحالي لن يكون مثمراً. التخوف اللي سيكون هناك انعكاس على المؤسسات التونسية، خاصة من ناحية ارتفاع وندرة التمويل، خاصة في القطاع البنكي. صعب جدا الخروج الآن للسوق المالية، لأنه خاصة ما هي ستكون كلفة التمويل على السوق المالية؟ هل يمكن لتونس الآن بالتصنيف هذا اللي هي ممكن تستقطب وتجذب مستثمرين أجانب اللي هم معناها سيشتري ويستثمروا في القرض الإيقاعي اللي بشيقع إصداره على السوق العالمية؟ واعتبر رئيس منظمة الأعراف أن التصنيفين يحتمان رسم استراتيجية اقتصادية أكثر نجعة، منها محاربة التهريب وإدماج الاقتصاد غير المنظم في الدورة الاقتصادية حتى يكون رافدا للموارد الجبائية للدولة. نعمل بلانشيمون توتال دو ليكونومي ناسيونال، كل ما هو موازي يلزم نلقاو في حل. احنا يلزمنا نغتنموا الفرصة بور فورماليزي ليكونومي انفورمال نتاعنا. عندنا اقتصاد موازي، حد ما نجم ينكرو، عندنا زاد سوق مالي موازي، العملة موجودة في بنقردان، الدينار التونسي موجود خارج البنوك أكثر من اللي موجود في البنوك، هذا الناس كل تعرف. وفي السياق ذاته شدد المستشار الاقتصادي لدى رئيس الحكومة فيصل طربال على ضرورة إجراء تدقيق شامل بخصوص الشركات غير المقيمة في تونس، والمقدر عددها حسب الأرقام المتداولة حوالي 1000 شركة. الشركات اللي ما تخدم في حتى شخص مانيش فاهم شنو قاعدة تعمل هوني، وكيف الجمعيات اللي ما تعطيش القوائم المالية متاعها وكذلك تقرير مراقب الحسابات، وكيف الأحزاب السياسية، فما إصلاحات يهموا المهن الغير المالية لبروفيسيون نون فينانسيير كما الخبراء المحاسبين كما العدول كما المحامين كما تجار المسوغ، هذوما الكل معناها قاعدين نخدموا عليهم باش نحسنوا نظام الرقابة متاعهم. لكن القانون اللي يهم إعادة نظر في قانون السجل التجاري لمعرفة ما هو المالك الحقيقي للمؤسسة، هذه من النقاط المهمة. الثانية اللي هي يجب أيضا إعادة النظر في قانون الإرهاب وغسيل الأموال، لأنه لا ينص على مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. إجماع من كل الأطراف على ضرورة رسم استراتيجية اقتصادية ناجعة من أجل خروج مستحق من التصنيفين الأخيرين، وضمان عدم إدراج تونس في قائمات أخرى، خاصة وأنها مهددة بالتصنيف في 25 من شهر مايو المقبل من قبل الاتحاد الأوروبي في قائمة سوداء إذا لم يتم تبني مبادئ التشريع الأوروبي الجديد لحماية المعطيات الشخصية، تصنيف قد يمتد تأثيره إلى حد إغلاق بعض المؤسسات في تونس. أطلق مركز التوجيه وإعادة التأهيل المهني التابع للغرفة التجارية الألمانية التونسية بادرة لتأهيل الشباب العاطل عن العمل وإدماجه في سوق الشغل. هذه البادرة التي تأتي في إطار التعاون التونسي الألماني. في بادرة ثانية خلال سنتين يتوجه مركز التوجيه وإعادة التأهيل المهني التابع للغرفة التجارية التونسية الألمانية إلى 9 ولايات تونسية بهدف تقريب وتأهيل الشباب للاندماج في سوق الشغل، حيث يضع المركز خبرائه لصقل مهارات الشباب بما يتماشى وحاجيات سوق الشغل وشروط المؤسسات المشغلة. 21 22 23 فيفري باش نكونوا عندنا 3 في رقم الكوخب اللي كل واحد باش يمشيو في 3 جهات منذ 3 ايام، والباب الكل لازمهم يجيو باش نقابلوهم باش نعطيوهم الاليات نتاع التشغيل، وفي العشيه باش يقابلوا عندنا اكثر من 70 شركه اللي باش يكونوا حاضرين في الندوه هذه نتاع كوخب توخ. و الوبجيكتيف نتاعنا هو انه الشباب ما تخرجش من الجهات نتاعها، لكن احنا نجيبوا اليوم الشركات ونعملوا لهم ان سنسيبيليزاسيون انهم زاده لازم هما يكونوا حاضرين في الجهات، دونك باش نجربوا نجيبوا معنا الشركات باش يقابلوا الشباب التونسي. ويحرص القائمون على المركز على تكوين عدد من المستشارين التابعين للوكالة الوطنية للتكوين المهني بغاية تكوينهم في مجال تطوير العلاقات مع المؤسسات الاقتصادية للرفع من تشغيلية خريجي التعليم العالي. اليوم بدينا في تكوين المطورين هذوما والمرافقين والمسؤولين على العلاقة مع المحيط، بدينا في التكوين بتاعهم. اليوم بدينا مفوج متاع 40 الحقيقة جي زاد، والجانب الألماني كان متعاون معنا في هذه النقطة. اليوم الديفلوبور اللي هم اللي هين بالعلاقة بين الشركات، معناتها باش يمشيو يشوفوا شنو ما الحاجيات متاع الشركات، وقت اللي باش يكونوا حاضرين لهذا باش ينجموا يعطيو أكثر فرص للشباب نتاعنا، ودونك انديريكتومون اليوم قاعدين نزيدوا في الخبرة متاع
اهم ناس اللي هما ينجموا يكونوا يعانوا الشباب نتاعنا باش يلقاو فرص تشغيل. واستهدف هذا التعاون في مرحلة أولى قرابة 1000 شاب عاطل عن العمل في 8 ولايات وقع تكوينهم وتأطيرهم، ليتم بعد ذلك توظيفهم في عدد من المؤسسات الاقتصادية. في القصرين أعلنت مصادر طبية في المستشفى الجهوي أنه استقبل اليوم حوالي الساعة 2:30 أحد الأهالي وهو في العقد الخامس من عمره مصاب على مستوى الساق جراء انفجار لغم أرضي في أحد مرتفعات الجهة، وقد تم إخضاعه لعملية جراحية وحالته الصحية مستقرة في الوقت الراهن. وكان الوضع الأمني والعسكري في تونس وعلى الحدود وجاهزية الوحدات العسكرية في مواجهة مخاطر الإرهاب ومقاومة الجريمة المنظمة محور اللقاء الذي جمع اليوم بين رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي بوزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي. كما تناول اللقاء نتائج التعاون العسكري الثنائي مع الجزائر بالأخص في مجالات مكافحة الإرهاب. وكان أيضا الوضع الأمني العام في البلاد وبرامج وزارة الداخلية لمواصلة تأهيل القوات الأمنية والرفع من مهاراتها العملياتية في الحرب على الإرهاب بالتنسيق المحكم مع المؤسسة العسكرية، إضافة إلى الاستعدادات للمحطة الانتخابية القادمة. كان محور اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية بوزير الداخلية لطفي إبراهيم. كما تطرق اللقاء إلى موضوع جرائم العنف ضد المرأة، وأعلن وزير الداخلية الانطلاق الفعلي اليوم لعمل وحدتين مختصتين على المستوى المركزي وفرق جهوية على مستوى مناطق الأمن والحرس الوطني للبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل. اعتبر المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ما وصفه بصمت وزارة الداخلية على اعتداءات موظفيها وتهديداتهم وعدم التحرك في سبيل وضع حد لها يعتبر حماية للمعتدين وتواطؤا معهم وتبنيا للخيار الأمني وموقفا سياسيا واضحا لتكميم الأفواه وقمع حرية الصحافة وفق بيان صادر عن المكتب التنفيذي الموسع. كما جاء في البيان إدانة المكتب لحملات التشويه والتضليل التي طالت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ونقابة الإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من قبل من أسماهم ببعض الأبواق الإعلامية، وحمل حكومة مسؤولية غض النظر عن ملفات الفساد داخل قطاع الإعلام ورسكلت الفاسدين لاستعمالهم في أجندات سياسية وفق البيان. فيما يخص الانتخابات البلدية وفي إطار حسن الاستعداد لعملية قبول الترشحات ولتسهيل استكمال ملفات المترشحين للانتخابات البلدية، تعلم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كافة المترشحين أنه بعد تنسيق مع وزارة المالية تقرر أن تتولى القبضات المالية والقبضات البلدية تأمين حصة عمل استثنائية خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع. وبعد نقاش دام شهرا ونصف الشهر تقريبا لأحكام مشروع مجلة الجماعات المحلية، أنهت مساء أمس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوة الحاملة للسلاح أنهت النظر في جميع فصول مشروع المجلة لتنطلق الأسبوع القادم في نقاش الفصول الخلافية. عديدة هي الفصول المضمنة بمشروع مجلة الجماعات المحلية التي ناقشتها لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، منها التي تضمن مبادئ اللامركزية وأخرى تنظم الأحكام الخصوصية لعمل كل جماعة محلية على حدة. المجلة هذه هي كما قلنا الإطار القانوني لعمل البلديات اللي باش ينظم عمل البلديات والجهات والأقاليم في المستقبل إثر تركيز باب السابع من الدستور وإثر إجراء الانتخابات البلدية اللي ننتظروها إن شاء الله يوم 6 مايو. المجلة تضمن في البداية باب متعلق بالأحكام الخصوصية اللي تهم جميع المبادئ اللي تنظم اللامركزية تطبيقا لأحكام الباب السابع من الدستور، ثم هناك بعض المسائل مثل التهيئة الترابية مثل ملكية الجماعات المحلية البلدية والجهة والإقليم، ثم النظام المالي العام اللي ينطبق على جميع الجماعات المحلية. وخلال نقاش مشروع مجلة الجماعات المحلية تمكن أعضاء اللجنة من تعديل بعض الأحكام والمصادقة عليها، فيما بقي 12 فصلا محل خلاف بين البرلمانيين. هما أساسا مسألة تفرغ رئيس البلدية، كذلك المسائل المتعلقة بكيفية اختيار مساعد الأول ولا مساعد الثاني للجماعات المحلية، وبعض المسائل في علاقة بالسلطة اللامحورية اللي يمثلها الوالي
في مسائل تتعلق كذلك بإعفاء وإيقاف عن النشاط لرئيس ومساعدي الجامعات المحلية الثلاثة. إن شاء الله يوم الثلاثاء نبدأ ونصوتوا على هذه الفصول الخلافية اللي تبقات اللي عددها مش كبير برشا، إن شاء الله نحسموا فيها ويتبقى لنا قانون الإصدار اللي هو متعلق بالأحكام الانتقالية اللي في هذه المجلة. ومن المنتظر أن تنهي اللجنة عملها مع نهاية الأسبوع القادم، ثم تحيل تقريرها على مكتب المجلس ليقع فيما بعد تحديد جلسة عامة للمصادقة على مجلة الجامعات المحلية قبل موعد الانتخابات البلدية. وخلال ندوة صحفية عبر الاتحاد المدني اليوم عن تخوفاته من المسار الانتخابي لما وصفوه بالإخلالات وتداخل الحزب الحاكم في الدولة وعدم حياد الإدارة في التعامل مع الترشحات وتقديم الملفات للانتخابات. طالب الاتحاد المدني المكون من 11 حزبا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ورئاسة الحكومة بإيقاف ما أسموه مهازل تذكرهم بالعهد السابق في تداخل الحزب بالدولة، فقد رصد الاتحاد ما سماه ممارسات خطيرة قد تؤثر في المسار الانتخابي تتصل بما اعتبروه إخلالات إدارية. السيد معتمد بوسالم كان في مكتبه مغلق على روحه يعدي في الأوراق لمرشحي الأحزاب الحاكمة، وبالنسبة للاتحاد المدني كان يتعلل يقولوا مش هنا وعاينوا اللي هو موجود غادي، واحتجوا عليه ممثلي الاتحاد المدني وأصدروا بيان طلبوا فيه رئيس الحكومة بإقالته من مهامه حتى يكون هناك درس وإشارة إلى أن فماش إمكانية أن نلعب ونتلاعب بحد الإدارة في راد السي حمام الشرط في المنستير. هناك تدخلات وضغوطات على الرؤساء القائمات اللي ينكلفوها الشخصيات، ما فماش إطار قانوني ينظم عملية إعداد القائمات. نحن شفنا كأحزاب سياسية وفي إطار الاتحاد المدني اللي فما مبدأ حياد الإدارة مع الأسف إن عدم في إطار إعداد القائمات، شفنا كيف تدخل من الأحزاب ومن السلطة التنفيذية مساندة، شفنا كيفاش السلطة التنفيذية جاءت من معتمدين وولات ووزراء موجودين في الحكومة جاءوا لإعانة الحزب الحاكم في إعداد القائمات. فما الهيئة فما المجتمع المدني الأحزاب بعد باش يجيو مراقبين أجانب إن شاء الله نتلفاو خاطر نحبوا نحافظوا على صورتنا، وراهو مهما تحصل من 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 كعكة من مورسو في الكعكة إذا كان الانتخابات ماهيش شفافة وماهيش مقبولة وما أفرزتش العباد النظافة اللي حاشنا بهم ماهوش نجاح للبلاد، وحتى في نجاح حزبك تشوفوا ينجح حزب ما يخممش في البلاد وين توصل بين الوضعية. الاتحاد المدني أعلن رسميا تقديمه 48 قائمة للمشاركة في الانتخابات البلدية في انتظار الترفيع في عدد القائمات في باقي الأيام. التزمنا مع بعضنا باش نتقدموا في 48 بلدية، يعني البلديات الكبار مركز الولاية والبلدية الثانية، واعطينا في المستوى الجهوي معنا الإمكانية للفرق الممثل الأحزاب والمجتمع المدني يخدم معنا باش نجموا يوسعوا. والحقيقة ذاك صار، ممكن طوى هنا قاعدين نقيموا في وين خلتوا، ممكن باش نقربوا حتى ما بين 90 و100 قائمة باش تكون باسم الاتحاد المدني. كل حزب بالطبيعة زاد عنده بعض القوائم اللي باش تقدم فيها، وفما بعض البلديات اللي في آخر الأمر باش نساندوا بعض القائمات المستقلة اللي راو فيها معنا فايدة، فمش فايدة باش نمشيو نفسوها. كما طالب الاتحاد المدني من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمنع نشر نتائج صبر الآراء غير القانونية وتحمل مسؤولياتها في مراقبة حياد الإدارة في المسار الانتخابي، وطالب مجلس النواب التسريع بالمصادقة على مجلة الجماعات المحلية. تهطلت في الأيام الأخيرة كمية هامة من الأمطار في الشمال الغربي ما ساهم في تعبئة الموارد المائية من سدود وأبر، فلاحو والجهة اعتبروا هذه الأمطار إنقاذا للموسم الفلاحي. أمطار تنساب مدرارا لتسقي الزرع والضرع، ومياه تنساب عبر الأودية والجداول لتسهم في تحسين منسوب المياه في السدود والمنشآت المائية بعد الأمطار الأخيرة التي شهدتها عديد المناطق في بلادنا. هذه الأمطار بعثت التفاؤل والارتياح في صفوف الفلاحين الذين أكدوا أهميتها وتأثيرها الإيجابي على القطاع الفلاحي وخاصة قطاع الزراعات الكبرى. الحمد لله اللي أنعم علينا ربي بالأمطار في الوقت المناسب اللي كانت فيه النبتة في حاجة كبيرة إلى الأمطار، جاءت تعتبر في وقتها لإنقاذ الموسم. الحمد لله اللي معناتها ربي نعم علينا بالغيث النافع، احنا توا معناتها وصل قريب 50 مليمتر في المطر. هذه الدور متاعها والأهمية متاعها خاصة هي توا النبتة على في مرحلة معناتها تجدير التلاج، حاجتها بكميات كبيرة من الماء باش معناتها تجدر وتكون معناتها الأمراض الفطرية
تقل. المختصون في القطاع الفلاحي أكدوا أهمية هذه الأمطار على القطاع، مشددين على ضرورة أن يعمل الفلاحون وأصحاب المستغلات الفلاحية على القيام بعمليات التسميد والمداوات. تحب ديما المتابعة، تحب أكثر مواد فوسفات أمونيتر، تحب أكثر، فهمتني؟ أما تاتيرون دموخي تاتي فودو فتروا. لا، من علينا ربي بالأمطار اللي جات الفترة الأخيرة، هذا اللي مش تشجع الفلاح توا باش يقوم ببرشا عمليات، من أهمها هو أولا أعطي الأمونيتر. ثم برشا ناس ما عطاش الأمونيتر في الوقت نتاعها، بقى توا كي سبت المطر ماذا بين الفلاحة تدخل وتعطي الأمونيتر. وقد بلغت نسبة التعبئة في سد بوهرتما 49% وفي سد بن متير 60%، فيما أكدت وزارة الفلاحة أن الأمطار الأخيرة مكنت من تعبئة 40 مليون متر مكعب في مختلف السدود في بلادنا، لتبلغ نسبة التعبئة قرابة 35%. شرعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية في مناقشة مشروع قانون يتعلق بالبناءات المتداعية للسقوط، والبداية كانت من خلال الاستماع إلى كاتب الدولة المكلف بالبيئة. الشروع في سلسلة من الاستماعات للإعداد لمشروع القانون الخاص بالبناءات المتداعية للسقوط من قبل لجنة الصناعة والطاقة، والذي سيسمح للبلديات بالتدخل. فما إشكاليات في قرار تنفيذ قرارات الهدم، باعتبار أن الموضوع هذا نعرفوه مرتبط بفما ناس متسكنين، لابد أن نوفروا لهم مكان آخر فينا يتنقلوا باش معناتها يتم عملية الهدم، لكن هذا ما ينفيش أن البلديات قاعدة تتدخل بصورة يومية. بناء سقوط على ملك إنسان خاص، راهو الشخص الخاص اللي فيهش مشاكل عقارية نتصوروا يتحمل مسؤولية باش يرممها باش يعودها باش يبنيها باش، لكن نحكوا على عقارات فيها مشاكل اللي هي مملوكة على ما هي على ملك الدولة من خلال الجامعات المحلية أو المجالس الجهوية أو حتى الوزارة أملاك الدولة، واللي هي فيها مشاكل على مستوى ناس متصوغينها عندهم حق الانتفاع والاستغلال والتصرف وترجع الملكية للدولة. مشروع القانون المتعلق بالبناءات المتداعية للسقوط والبالغ عددها 5000 مسكن عامل على حماية البناءات ذات الطابع الخاص. مشروع القانون اللي مقدم اليوم أمام اللجنة ما يمكنش التدخل في الأماكن هذه إلا بعد الحصول على ترخيص كتابي من الوزارة المكلفة بالتراث، نعني بها وزارة الثقافة والمعهد الوطني للتراث. تونس يلزم تحافظ على تراثها، وهذا إلى جانب أن احنا باش نقوم بعدد استماعات بما فيهم المعهد التراث، الجمعيات اللي تنسب إلى هذا الموضوع يعني، وبالتالي الموضوع هذا ماهوش باش يكون محصور فقط بين وزارة التجهيز أو الجماعات المحلية. مشروع القانون ينتظر أن تتم المصادقة عليه قبل الانتخابات البلدية حتى تتمكن المجالس البلدية من تفعيله، خصوصا مع وجود شراكة مع القطاع الخاص. شيع اليوم جثمان أرملة الشهيد والزعيم الوطني فرحات حشاد أم الخير إلى مثواها الأخير بمقبرة العائلة في قرقنة، عن عمر ناهز 88 عاما، بحضور الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ووزير الشؤون الاجتماعية، فضلا عن أفراد العائلة الموسعة. أم الخير هي أم التونسي كل. أم الخير اللي بقات مع الزعيم خالد الذكر والشهيد فرحات حشاد 9 سنوات وانجبت 4 أبناء. أم الخير اللي هي كانت مثال الأمانة لوصية حشاد قبل تقريب أسبوع و5 أيام من اغتياله، وكانت خير الأم الوفية في تربية أبنائها ونجاحهم ونجاح الأسرة، كذلك كانت وفية لمبادئ حشاد معناها الشهيد فيما يتعلق بالروح الوطنية معناها العالية وصمودها، وكنا في كل ذكرى نتاع 5 ديسمبر تفتح بابها وتحكي لنا على الشهيد وميزاته ونبذ الذات ووفائه لهذا الوطن وكل، فنقول الله يرحمها وينعمها. الأخبار الدولية نبدأها من تركيا، حيث أعلن مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركية أنه توصل لاتفاق مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون بشأن إعادة علاقات البلدين إلى ما وصفه بوضعها الطبيعي، وذلك في ختام زيارة أداها تيلرسون إلى تركيا. أعلن مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الدبلوماسية الأمريكية اليوم أنه تم الاتفاق مع الجانب الأمريكي على تشكيل آلية لمتابعة تنفيذ القرارات المتفق عليها وضمان عدم بقائها مجرد تعهدات وتصريحات من أجل إعادة علاقات البلدين إلى وضعها الطبيعي على حد تعبيره.
وأشار أوغلو إلى أن الولايات المتحدة قدمت لتركيا تعهدات كثيرة لم تقم بتنفيذها حتى الآن، خصوصا فيما يتعلق بالدعم الأمريكي للتنظيمات الكردية المسلحة. اقترحت تركيا على الولايات المتحدة انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية السورية إلى شرق الفرات في سوريا، وأن تتمركز قوات تركية وأمريكية في منطقة منبج. من جانبه أكد ريكس تيليرسون وزير الخارجية الأمريكي أهمية العلاقات بين بلاده وتركيا ووصفها بالدائمة والاستراتيجية، وشدد على أن بلاده تقر بحق تركيا المشروع في تأمين حدودها، لكنه دعا أنقرة للتحلي بضبط النفس في العملية التي تشنها في منطقة عفرين السورية وتجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوتر. وعقب اللقاء أصدر البلدان بيانا مشتركا أكد فيه وقوفهما بحزم ضد كافة محاولات التغيير الديموغرافي وفرض الأمر الواقع بسوريا، مشددين على أنهما شريكان استراتيجيان. سنعمل معا، لدينا آليات جديدة حول كيفية تحقيق هذه الأمور، وهناك عمل كثير ينتظرنا. وجاء في البيان أنه تم إقرار تشكيل آلية مشتركة قبل منتصف مارس المقبل كحد أقصى لحل المشاكل القائمة بين البلدين. تيليرسون وخلال زيارته إلى أنقرة والتي قوبلت باحتجاجات عدد من الأتراك، كان التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وأجرى معه محادثات وصفها بالمثمرة والصريحة في وقت متأخر أمس، كان هدفها تخفيف حدة التوتر بين البلدين والذي تصاعد بسبب الأزمة السورية، حسب متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية. في برلين أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم مباحثات مع رئيس الوزراء الإيطالي باولو جنتيلوني حول السياسة الأوروبية والهجرة غير الشرعية، فضلا عن القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن البرلمان الإيطالي وافق في جانفي الماضي على زيادة الوجود العسكري في ليبيا ونشر ما يصل إلى 470 جنديا في النيجر لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر إلى أوروبا. جددت الولايات المتحدة الأمريكية مطالبتها مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات ضد إيران بسبب تزويد جماعة الحوثيين بأسلحة في اليمن وفق قولها. المطلب الأمريكي يأتي عقب صدور تقرير لخبراء الأمم المتحدة يؤكد انتهاك إيران لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر الأسلحة إلى اليمن. من جهتها نفت إيران بشدة دعمها للحوثيين عسكريا، فيما شكك السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في النتائج التي توصل إليها التقرير. في أخبار الرياضة، وجه مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم نبيل معلول الدعوة لخمسة حراس مرمى لخوض تربص تحضيري على امتداد ثلاثة أيام يندرج ضمن سلسلة تربصات خاصة بالحراس استعدادا لمونديال روسيا. وضمت القائمة كلا من مكرم البديري ورامي الجريدي وعلي القلعي وأشرف كرير وعلي العياري الذين سيستهلون التربص صباح الاثنين القادم. اجتمع عشية اليوم مكتب الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم بصفة استعجالية على خلفية الأحداث التي جدت أمس في مباراة الترجي الرياضي والنجم الساحلي في ملعب رادس، ليقرر معاقبة الترجي الرياضي التونسي بلعب ثلاث مقابلات دون حضور الجمهور، مع إلزام النادي بجبر الضرر عن الخسائر التي لحقت بتجهيزات الملعب الأولمبي برادس. كما قرر مكتب الرابطة إلغاء العمل بقرار السماح بحضور المشتركين، وبالتالي فإن فريق باب السويقة سيستقبل منافسيه أمام مدارج خالية في ثلاثة لقاءات. دونا الملف وشفنا المشاهد التلفزية والتقارير. تمت معاقبة جماهير الترجي الرياضي التونسي بثلاث مقابلات دون حضور جمهور، مع إلزامه بجمر أضرار مادية الحاصلة بالملعب بعد تحديدها من طرف إدارة الحي الوطني الرياضي، مش كما كنا قبل بعد ما جات التنقيحات في المنشور الأخير معناها ديزابوني بركة، لا المرة هذه ويكلو كما كان قبل ويكلو فيرم. هذا ميساج نبعثوه للأندية باش راهو مكتب الرابطة راهو مش باش يتهاون مع أي أحداث نجم تصير في أي مقابلة في البطولة الوطنية. وكانت الجامعة التونسية لكرة القدم قد قررت في أعقاب الاجتماع العاجل بلجنة التحكيم، قررت إيقاف الحكم كريم الخميري عن النشاط حتى نهاية الموسم. وجاء في بلاغ نشر على الموقع الرسمي للجامعة أن الحكم كريم الخميري ارتكب أخطاء جسيمة في الاتجاهين في كلاسيكو الأمس بين الترجي والنجم الساحلي. وأضاف البلاغ أنه وقعت الاستعانة بخبراء من خارج لجنة التحكيم لإضفاء مزيد من الشفافية على غرار علي بن ناصر ويسر سعد الله. من موقعنا
في أخبار الرابطة، المحترفة الثانية لكرة القدم تأهل فريق اتحاد تطاوين وقوافل القفصة من المجموعة الأولى إلى مرحلة الصعود بعد فوزهما على أمل سوسة على أمل حمام سوسة وجمعية أريانا على التوالي ضمن الجولة 17 وقبل الأخيرة، التي شهدت أيضا تعادل مستقبل المرسى مع مستقبل القصرين بثلاثة أهداف من الجهتين، وتغلب نادي محيط قرقن على سير جرزونة بهدفين دون مقابل، وانتصار النادي القربي على سكك الحديد الصفاقسي بهدف واحد. وفي المجموعة الثانية ضمن أولمبيك سيدي بوزيد وجوده في مرحلة الصعود بفوزه على نادي حمام الأنف بهدف دون مقابل، بينما أفرزت بقية النتائج عن تعادل جمعية جربة مع هلال الشابة بهدف لهدف، وعودة مستقبل سليمان بانتصار ثمين من أرض منافسه الملعب الإفريقي في منزل بورقيبة بثلاثة أهداف لهدفين، كما تغلب الملعب الصفاقسي على جندوبة الرياضية بهدفين لهدف، وهي النتيجة ذاتها التي فاز بها سبورتينغ بن عروس على الأولمبي الباجي. في الختام إليكم تذكيرا بالعناوين. رئيس الحكومة يعلن قرارات ومشاريع لفائدة توزر في إطار رؤية تنموية تجعل منها ولاية نموذجية في الاقتصاد الأخضر. بعد منحه الثقة في مجلس نواب الشعب، المحافظ الجديد للبنك المركزي التونسي مروان العباسي يؤدي اليمين خلفا لسلفه المستقيل الشادي العياري. تركيا تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إعادة العلاقات المشتركة إلى ما تم وصفه بوضعها الطبيعي. يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.